سلامة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد في الجزء الأخير من سلسلة التحويل مع وحدات قيس الكتل. حسنا، وصلنا مع بعض إلى التعامل مع الأعداد العشرية. الآن سنتعرف مع بعض على كيفية كتابة الأعداد العشرية ثم فيما بعد تحويلها. هل هذا واضح؟ حسنا، لدينا القيمة الأولى 57.4 جرام. 57.4 جرام. تعلمون أن الأعداد العشرية تتكون من جزئين، ما جزء بعد الفاصل وجزء قبل الفاصل. قبل، نحن ذاهبون في هذا الاتجاه، ما قبل الفاصل يسمى جزءا عشريا وما بعد الفاصل يسمى جزءا صحيحا. حسنا، كيف لي أن أكتبه؟ على الجدول بالطريقة الصحيحة. قلنا أن أول خطوة للتحويل أول خطوة ليكون تحويلك صحيحا هو أن تكتب عددك أولا بالطريقة الصحيحة، ثم التحويل سيأتي مباشرة سهلا. حسنا، لكتابة أي عدد عشري يحتوي على فاصلة عليك أولا أن تغطي الجزء العشري مع الفاصلة، تترك فقط ما يوجد قبل الفاصلة. نجد 57، إذن هو جزء، هو عدد صحيح الآن كما تعاملنا به قبلا. كيف نكتب العدد الصحيح؟ نبحث عن أحاده، نكتبه في الوحدة المصاحبة، ثم نتقدم لكتابة البقية. لدينا 57 جرام، سنكتب 7 في الجرام ثم 5 هنا. عفوا، 7 ثم 5. الآن فقط عندما تكتب هذا الجزء اكتب بعدها الفاصلة ثم الأجزاء العشرية. أرأيتم؟ أول شيء غطوا الفاصلة وأجزائها. اكتبوا هذا العدد الذي تجدونه من هذا الاتجاه بعد الفاصلة، ثم اكتبوه بالطريقة الصحيحة كما تعودنا سابقا، ثم اكتبوا الفاصلة وانطلقوا في البقية. عفوا، الآن كتبناه بالطريقة الصحيحة. قال لك حولها إلى السنتيغرام. أين السنتيغرام؟ إنه هنا. عندما أحول أحبتي عددا عشريا وأنا في هذا الاتجاه، فاصلتي ستتبعني، ستتحرك من مكانها إلى الوحدة الجديدة. قلنا سأحول إلى السنتيغرام، هذه الفاصلة ستتراجع في مرة أولى إلى هنا ثم إلى هنا، تقف عند الحد الأولي لوحدتي. حسنا، وحدتي فارغة، ماذا أفعل لها؟ أملأها بصفر. هذا أو هذه الفاصلة لا شيء بعدها، قلنا ستحذف مع الفراغ. كم تبقى لي؟ 5740 ببساطة شديدة، 5740. أرأيتم؟ تلك الفاصلة تراجعت. حسنا، قال لك حولها إلى الديسيغرام. لا بأس، ربما سيختلط علينا الأمر، إذن علينا كتابتها مرة أخرى، كتابة نفس العدد ثم سنحوله إلى الديسيغرام. أين الديسيغرام؟ إنه هنا. هذه الفاصلة ستتراجع إلى هنا ليصبح العدد 574. قلنا بعد الفاصلة لا يوجد شيء، ستحذف مع الفراغ، يصبح العدد 574. الفاصلة عندما تحولون أعدادا عشريا وأنتم ذاهبون في هذا الاتجاه، الفاصلة تتحرك معك مع كل خانة. حسنا، قال لك حولها إلى الديكاغرام، نفس القيمة، نعيد كتابها مرة أخرى ثم ديكاغرام، إنها هنا. الآن سنتقدم، لا بأس، الفاصلة تتقدم معك ليصبح العدد 5.74. هل هذا واضح؟ إذا كان لديك عدد عشري وطلب منك أن تحوله إما في الاتجاه هذا أو الاتجاه هذا، لا بأس، الفاصلة تتحرك معك
على عدد الخانات التي تراجعتها أو عدد الخانات التي تقدمتها، ودائما تستقر في الخط الأول لوحدتك. إن لم تفهموا جيدا سنستعمل مثالا آخر. لدينا هنا 82 ديكاغرام فاصل 550. أول شيء نغطي الجزء العشري مع الفاصلة، يصبح لدينا 82. نكتب الاثنان في الديكاغرام والثمانية في الهكتوغرام. أين الديكاغرام؟ اثنان هنا والثمانية هنا، ثم نعود ونكتب البقية. 550، هنا خمسة، هنا خمسة، هنا صفر. الآن كتبناها بالطريقة الصحيحة، سنحول. قال لك حولها إلى الهكتوغرام. أين الهكتوغرام؟ إنه هنا. هذه الفاصلة أحبتي ستتقدم، تصبح 8.2550. 8.2550. حسنا. قال لك حولها في مرة أخرى إلى الكيلوغرام. أين الكيلوغرام؟ إنه هنا وهو فارغ. نضع صفرا والفاصلة تتقدم وتصبح هنا 0. فلنقل كم؟ حسنا. إذا كان ما بعد الفاصلة أكثر من 3 أرقام، نكتفي فقط بثلاثة أرقام. نكتفي من 3 أرقام. هنا 1, 2, 3, 4, 5. سنحذف هذين ونستعمل 825، يعني 0.825. إذا أردتم اكتبوها كاملة لا بأس، ولكن للاختصار نستعمل على أقصى تقدير 3 أرقام بعد الفاصل. قال لك حول إلى الديسيجرام، نفس هذا العدد. حسنا حسنا، اختلط الأمر، سأعيد كتابته. 82.550. قال لك حوله إلى الديسيجرام. أين الديسيجرام؟ إنه هنا. سنضع فاصلة هنا. انظروا، بعد الفاصلة يوجد صفر ولا شيء بعده، إذن ستحذف الفاصلة. ما هو العدد؟ 8255. 8255. قال لك حولها إلى المليغرام. أين المليغرام؟ إنه هنا وهو فارغ. يصبح العدد، الفاصلة هي في الأصل هنا، تتراجع خطوة 2, 3, 4 لتستقر هنا في الحد الفاصل الأول للمليغرام، وبما أن وراءها فراغ فتحذف. يصبح العدد 825,500. هل هذا واضح؟ إلى المثال الموالي. لدينا هنا 72.211 جرام. نغطي الجزء العشري. تبقى لدي 72، الاثنان في الجرام والسبعة في الديكاغرام. أين الجرام؟ 2, 7. ثم نكتب الفاصلة ونكتب البقية. 2, 1, 1. قال لك حولها إلى الديكاغرام. أين الديكاغرام؟ هنا. إنه هنا. إذن الفاصلة ستتقدم وتصبح هنا. يصبح العدد 7.2211. حسنا، قلنا نكتفي فقط بثلاثة أرقام، نكتب 7.221. 7.221. قال لك أيضا حولها إلى الهكتوغرام. نفس الشيء، هذه فاصلتنا الأصلية. أين الهكتوغرام؟ في هذا الاتجاه. نعم، إنه فارغ. نكتب صفرا والفاصلة تتقدم إلى هنا، يصبح 0.72211. قلنا نكتفي بثلاثة أرقام بعد الفاصلة، 0.722. 0.722. حسنا، قال لك هذه القيمة الفاصلة هنا، انظروا، حولها إلى السنتيغرام. أين السنتيغرام؟ إنه هنا. أنا أقف هنا، وحدتي ليست فارغة، تحمل واحد، إذن الفاصل سيصبح في هذا الاتجاه. يصبح العدد
7221.1 7221.1 حسنا، قال لك حول إلى المليغرام. الفاصلة الأصلية هنا 72.211، هذا هو عددنا الأصلي. نعم نعم، قال لك حولها إلى المليغرام. أنا أقف الآن في المليغرام وهو ليس فارغا، إذن الفاصل سيتراجع إلى هنا ويندمج مع الفراغ ويحذف، يصبح العدد 72211 72211 ببساطة شديدة. الفاصلة تتقدم إذا تقدمت وتتراجع معك إذا تراجعت. مثال آخر، مجموعة من الأمثلة حتى نتعود على الأمر أكثر. لدينا هنا 254.57 ديسيغرام. أول شيء نفعله هو تغطية الجزء العشري مع الفاصلة. يتبقى لدي 254، نكتب الأربعة في الديسيغرام، الخمسة في الجرام، والاثنان في الديكاغرام. أين الديسيغرام الآن؟ نكتب هنا 4 5 2، ثم نعود ونكتب الفاصل. ما تبقى من العدد 5 7، طبعا كل رقم في خانة وليست جميعها في خانة واحدة. الآن قال لك حولها إلى الديكاغرام. أين الديكاغرام؟ إنه هنا وهو يحمل الاثنان. إذن فاصلتنا ستتحول هنا ليصبح العدد 2.5457، وقلنا نحن بعد الفاصلة نكتفي فقط بثلاث أرقام، سنكتب 2.545 2.545. حسنا، قال لك حولها إلى الجرام. أين هو الجرام؟ هذا هو وفيه 5، إذن الفاصلة ستتقدم وتصبح هنا، يصبح العدد 25.457 57. نعم، قال هذه فاصلة الأصلي النقاط هي تقدم أو تأخر الفاصلة الجديدة. قال حولها إلى السنتيغرام. أين السنتيغرام؟ إنه هنا يحمل 5، إذن الفاصلة ستصبح هنا. نقرأ العدد الآن 2545.7. سنكتب 2545.7. حولها إلى المليغرام. أين المليغرام؟ إنه هنا وهو يحمل 7، ولكن الفاصلة ستصبح من هذا الاتجاه، ستدمج مع الفراغ وتضمحل. إذن يصبح العدد 25457. الفاصلة تضمحل هنا 25475 ببساطة شديدة. مثال آخر، أرأيتم؟ اعتبروها لعبة. لدينا هنا حتى ننظم الأمر 89.01، نغطي نكتب ثم نحول. 89، 9 في الجرام والثمانية في الديكاغرام. 89، ثم نأتي إلى الفاصلة 0 1. حسنا، قال لك حولها إلى الهكتوغرام. أين الهكتوغرام؟ إنه من هذا الاتجاه هنا وهو فارغ. إذن هذه الفاصلة سنضع فيه 0 أولا، ثم الفاصلة ستتحول إلى هنا، يصبح 0.8901. وقلنا نحن بعد الفاصل نستعمل فقط 3 أرقام، لن يضر بك والنتيجة هي صحيحة إذا أردت تكتبها جميعا، ولكن حتى تختصر عليك العمل. إذن سنكتب 0.890 قال لك حولها إلى الديكاغرام. لا بأس، أين الديكاغرام؟ ها هي خانته. إذن الفاصلة ستصبح هنا ويصبح العدد 8.901. نكتبها 8.901.
قال لك حولها إلى الديسيجرام. لا بأس. أين الديسيجرام؟ ها هو. الفاصلة ستتراجع ليصبح العدد 890.1. أحسنتم، 890.1. هل ننجز البقية ذهنيا؟ حسنا، لا بأس. سننجز مثالا آخر على الجدول، ثم البقية سننجزها ذهنيا. 594.2 جرام. نغطي، نكتب، ثم نحول الأربعة في الجرام، ثم فيما بعد 95.95. الفاصلة دائما على الحائط، على الخط 2. قال لك حولها إلى الكيلوغرام. أين الكيلوغرام؟ ها هو الكيلوغرام. آه ها، فارغ، نضع فيه صفرا، وهذه الفاصلة تتقدم وتصبح هنا، ليصبح العدد 0.5942. قلنا نستعمل فقط ثلاث أرقام، 0.594، 0.594. قال لك حولها إلى الديكاغرام. أين الديكاغرام؟ إنه هنا. الفاصلة ستتقدم خطوة واحدة ليصبح العدد 59.42. قال حولها إلى الديسيجرام. أين الديسيجرام الآن؟ ها هي فاصلتنا أحبتي. أين الديسيجرام؟ إنه هنا. الفاصلة تتراجع خطوة واحدة وتندمج مع الفراغ وتضمحل، إذن يصبح العدد 5942. 5942. قال حولها إلى السنتيجرام. أين السنتيجرام؟ ها هو، ها هو السنتيجرام. أنا واقف هنا، إذن هذه الفاصلة تتراجع في خطوة أولى نحو الديسيجرام ثم السنتيجرام، وهنا تضمحل لأنها اندمجت مع الفراغ، ولكن هذه الخانة فارغة نضع فيها صفرا، يصبح العدد 59,420. 59,420. حسنا، إلى اللقاء أيها الجدول. الآن سننجز ذهنيا. لدينا هنا 56.5 ديكاغرام. الستة في الديكاغرام، الخمسة في الهكتوغرام، والخمسة هذه في الجرام. قال لك حولها إلى الهكتوغرام. أين الهكتوغرام؟ هنا. ديكاغرام، هكتوغرام. إذن الفاصلة ستصبح هنا، يصبح العدد 5.65. حسنا، قال لك حولها إلى الجرام. أين الجرام؟ ديكاغرام، هكتوغرام، جرام. الفاصلة تتراجع إلى هنا و تندمج مع الفراغ وتحذف، يصبح العدد 565. قال لك حولها إلى الديسيجرام. لا بأس. أين الديسيجرام؟ إنه من هنا، يصبح نتراجع خطوة، أما الفاصلة فتصبح في هذا الاتجاه، يصبح العدد 5650. 5650. إذا لم تتبين طريقة العمل، واصل العمل مع الجدول، لا بأس، بنفس الطريقة أحبتي. قال لك حولها أيضا إلى السنتيجرام. حسنا، نحن هنا في الديكاغرام، جرام، سنتيجرام، ديسيجرام وسنتيجرام. أنا أقف هنا في السنتيجرام، الفاصلة ستصبح هنا، ما هو العدد؟ والفاصلة هنا مدمجة مع الفراغ، ستحذف، يصبح العدد 56,500. 56,500 ببساطة شديدة. إلى المثال الأخير، 94.53 ديسيجرام. نغطي هذا، نكتب الأربعة في الديسيجرام، التسعة في الجرام، ثم هذه بالسنتيجرام، ثم المليجرام. قال لك حولها إلى الجرام. أين هو الجرام؟ ديسيجرام، جرام. الفاصلة ستصبح هنا، 9.453. 9.453.
قال لك حول هذه القيمة إلى الديكاغرام. أين هو الديكاغرام؟ قلنا ديسيغرام جرام ديكاغرام. إنه صفر هنا، يصبح 0.9453. وقلنا نستعمل فقط 3 أرقام بعد الصفر، بعد الفاصل نكتب 0, 9, 4, 5. أما 3 يمكننا الاستغناء عنها أو كتابتها كما شئتم، لن يضر في الأمر شيئا ولن تتغير النتيجة، هي نفسها، فقط نحن نختصر. سنحول هذه القيمة إلى السنتيغرام. قلنا هنا ديسيغرام جرام سنتيغرام. الفاصلة ستصبح هنا، العدد سيصبح 945.3. 945.3. حسنا، إلى المليغرام. الآن قلنا دائما لا بأس أعيد ذكرى الوحدات، فنقول هنا ديسيغرام جرام سنتيغرام مليغرام. الفاصلة ستصبح هنا وستدمج مع الفراغ وتحذف، يصبح العدد 9453. 9453. ببساطة شديدة هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأعداد العشرية. إذا صادفتكم أحبتي في نظام القيس، مهما كانت الوحدة التي تتعاملون معها أحبتي، نفس الطريقة مع جميع الوحدات. إلى هنا أحبتي نأتي إلى نهاية هذه السلسلة، سلسلة التحويل مع وحدات وحدات قيس الكتل. حسنا، أرجو أن يكون شرحي مفصلا وقد بلغت المعلومة كما أردتها حقا أو كما أردتموها أنتم. إذا وجدتم أي صعوبة، صفحتنا على ذمتكم، وسأكون دائما حاضرة للإجابة عن كل تساؤلاتكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في سلسلة تحويلات جديدة مع وحدات جديدة.